حملك ذمه نعرف احملك ذمه والله زين لو لا عرف انت لا اي واحد انت لا ما عندك حزبنا انا اقول لك حزبنا انتم الشعب انت ناس قوي اذا حزبك الشعب يصير قوي لان احنا الان جاي اقول لك احكي ابو شكلي لا تتوقع واحد متحزب يقعد على كرسي بالناصريه واحنا عايزين لا ما يصير هذا وروح محمد احنا بس انا اقول لك مدير مكتبك